بونسوار يا أحلى عالم. اليوم رح نعمل مع بعض أكل كتير سهلة وسريعة، مثلثات المسخن. بتمنى أنه تعجبكن وتعجب كل يلي بتحبون. بليز ما تنسوا أنكن تشتركوا بالقناة تبعي وتفعلوا الجرس ليوصلكن كل جديد. بنبلش أكلتنا أنه نحط نص كوب صغير من زيت الزيتون، وزيت الزيتون كتير مهم. منحمي أول شي المقلي، وهلأ منحمي الزيت. منحط 6 بصلات مقطعين جوانح، هني منن كبار البصلات، ومنحركن لغاية ما يدبلوا على الأخير. هيدي خطوة كتير مهمة. هلأ من بعد ما يستووا رح حط عندي دجاجة سلقتها كتير منيح وشلت منها العظام وقطعتن هيك. فيكن تحطوا انتو بس صدور الدجاج، بس انا بحب نكهة الدجاجة كلها. منقلبون شي 5 دقايق. رح نجيب سماق، سماق اصلي ما محطط له ملح الليمون، هو حامض منه فيه. شوفوا ما احلى لونه. بحطيت ملعقتين ونص كبار ومنحركن. حركن كتير منيح، أكيد ما رح ننسى الملح. رح حط عندي حسب الرغبة ملح خشن. عم قلكن أنا بحب استعمل الملح الخشن أكتر بالأكل لأنه ملح طبيعي. هلأ رح نبلش نجيب الخبز، خبز الشراك أو خبز المرقوق، ونحط. رح فرشيكن كيف الخطوات. شوفوا كيف عملنا هون مثلث. رح نضل نعيد هيدي الخطوة لحتى تخلص الخبزة عنا. شوفوا كيف هيك على مهلي. لا تخلص الخبزة عندي، شوي شوي بتصيروا سريعين فيها. هيدي الخطوة أنا عم بعملها على مهلي لتشوفوها كتير منيح. آخر شقفة بتضل عندي هي اللي رح حطها جوا عشان ما تطلع من عندي الحشوة لبرا. هلأ رح خلص. شوفوا كيف صارت. رح خلص الكمية الباقية عندي بسرعة شوي. راقبوها كيف عم بعملها. فيكن تعملون للمثلثات أصغر، بس أنا حبيت فرجيكن بشكل أكبر إنه كيف تعملون لتكون واضحة. بحط زيت زيتون، بجيب عند الفرشاية وبدي حط على كل مثلث زيت من الميلتين علشان تتحمص عندي لما حطها بالفرن. رح حمي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وحطهم لمدة 17 دقيقة. رح خلص كمان الكمية عندي. رح يطلعوا مقرقشين بجنن ونكهتهم كتير طيبة، والسماق الحامض عاطي نكهة عجيبة. أنا عاملة قبل بمرة المسخن بس مثل ساندويتشز صغار. هولي مثلثات كتير حلوين. هيدي 180 درجة. وهلأ رح قلبهم أنا شوي من الوقت للتاني قلبون علشان يطلعوا محمصين من الميلتين. أنا حطيت الفرن من فوق ومن تحت دورته، بس ضل من تحت تتحمسوا أكتر فقلبتون. هاي بعد 17 دقيقة خلصت أكلتنا. يا رب تكون عجبتكم. بليز ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة. بون أبتي.